كان أجداد الخنفساء المائية يعيشون على اليابسة، وعلى الرغم من أن هذه الخنفساء تعيش الآن في الماء إلا أنها تتنفس بالصعود إلى السطح. وتحمل الخنفساء معها إلى القاع جزءاً من الهواء الذي يتبقى تحت الأجنحة العلوية، وهي بمثابة الرئة المائية التي تساعد الخنفساء على البقاء فترة طويلة تحت الماء. لكن هذا في الصيف، وماذا تفعل الخنفساء إذن في الشتاء عندما يتغطى الماء بطبقة من الجليد؟ يصعب الأمر على الخنفساء بالطبع، لكنها تجد المخرج. النباتات المائية تفرز قليلاً من الأكسجين وتطوف فقاعاته تحت الطبقة الجليدية. والخنفساء تجمع هذه الفقاعات وتتنفس. أما في أوج الشتاء فتستسلم الخنفساء للسبات. ويحل الربيع ويذوب الجليد وتصعد الخنفساء إلى الأعلى إلى الهواء.